سحر طبختها، كنور ورشتها. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات بموسمنا الـ11، موسم الكرم والضيافة. لساتنا مستمرين معاكم وعم نستقبل السيدات اللي رح تتأهل واحدة منهم وتنتقل معنا للمرحلة الثانية. اسمحوا لي أول إشي أسلم على لجنة الحكم شيف علا وشيف تيمور وخلينا نكمل. اهلا وسهلا شيف. هلا شيف، كيفك؟ شو اخبارك شيف علا؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو اخبارك انت؟ الحمد لله. شيف تيمور شو اخبارك؟ طمنا عنك. الله يسعدك. منيحه امورنا؟ الحمد لله تمام. انتوا مهم مبسوطين كثير؟ انت الحمد لله ان شاء الله مبسوط. حتى حاسس كمان برضو ببدايه البرنامج ولما تدخلي ترحبي في الحكام عم بترحبي طبعا ب الست علا. يعني بس عم بنوه انه على العنصر النسائي بس في البرنامج. طب بدي اسالك سؤال، هل عادة يعني لما بيكون في أهل البيت وعندهم ضيف جديد مش بيرحبوا فيه بالأول شيف؟ احنا قبل ما نرحب بأهل البيت نرحب بالمتسابقات. والمتسابقات مين معنا اليوم يا شيف علا؟ يلا قولي لنا متسابقاتنا لليوم. طبعا ليما ومنال، أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي منال عود عبد القادر عمان، متزوجة وعندي ولدان 6 بنات. أنا اسمي ليما وليد علي البناوي، عمري 46 سنة. كيفكم يا صبايا؟ الحمد لله تمام. طمنونا عنكم، ان شاء الله اموركم تمام. تمام استعداداتكم لليوم ان شاء الله. الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا فيك شيف ليما ومنال. طبعا المكون الاساسي اليوم رح يكون معنا كل ستات البيوت بحبوه، يعني بحسه بيجي بعد الخيار والبندوره بالسوق. اليوم رح اخترنا لكم الكوسه. اتدمر شيف تيمور انه الكوسه بالنسبه له مش من المكونات. بس انت عارف انه المكون المفضل عندي يعني ما شاء الله الوصفات اللي في الكوسه صح؟ يعني وكل العيله عن جد من المكونات. هذا اكبر اثبات انه في عنصريه في البرنامج اللي انتم كنتم تبكين على الكوسه وانتم عارفين انا ما بحبش الكوسه. لا والله ما احنا متفقين. كثير ممتعه كثير طيبه واطباقها كثيره وعديده، يعني انتم ما ان شاء الله ما راح تختاروا. جاهزين؟ ان شاء الله. طيب يلا شيف تيمور. طيب ست ليما وست منال، اول شيء اهلا وسهلا فيكم في برنامج ست النكهات لرمضان 2023. احنا كثير سعيدين ان تم اختياركم للبرنامج معنا، وعشان هيك حابين نشوف مهاراتكم اليوم في الطبخ ان شاء الله. هاي اول شغله بدكم تعرفوها. ثاني شغله بدكم تعرفوها انه بعد ما عرفتوا شو هو المكون السري للاسف بدنا منكم تختاروا الاطباق، معاكم 30 ثانيه تحكونا شو الطبق اللي بدكم تطبخوه. انا عارف. انت عارفه على السريع. يلا يا ليما قولي لنا. بدي اعمل قوارب الكوسه بالبشاميل وجنبها باستا بلب الكوسه بعملها بنص ساعه ان شاء الله. بنص ساعه ان شاء الله. طيب ومنال محتاره والله، بس بصير اعمل كوسه بزيت؟ كيف يعني كوسه بزيت؟ لحمه مفرومه ببندوره وجنبها رز. حلو بصير. حلو اكيد. بدك تحطي لها لحمه يعني؟ اوكي والله ولا لذيذ الطبق مبلغ. ممتاز. اوكي تمام ممتاز. طيب ما دام خلصنا احنا هاي المرحله واتفقنا على الاطباق، عندكم سلات. هاي السلات تروحوا فيها على السوبر ماركت لانه راح يكون معاكم فقط دقيقتين تاخذوا كل المكونات اللي انتم بتحتاجوها لصناعه 3 صحون بكميات محدوده ومرتبه بتفكير وببرزنتيشن جميل ان شاء الله. لكن معاكم مبلغ معين ممنوع تتعدوه اللي هو 15 دينار، فانتم عم بتنقوا المكونات اجمعوا بشكل سريع ايش التكاليف للمكونات. ان شاء الله. صبايا بس بدي اذكركم انه منتجات كنور اللي امامكم هي شرط اساسي لازم تستخدم بالطبخات، وفي كمان اضافه هاي السنه البهارات اللي انضم لمجموعه كنور والخلطات. هلا كمان في قدامكم الزيت، الخل والبهارات الثانيه اللي بتحتاجوها كلها موجوده خلفكم بالادراج. اتفقنا؟ اتفقنا. جاهزين؟ جاهزين. شيف علا طب اهم شيء انه جيبوا كل اغراضكم، لانه اذا نسيتوا غرض ما رح ترجع تجيبوا. اوكي. فعشان تطلع معاكم الوصفه زي ما انتم بدكم اياها ان شاء الله. يلا بالتوفيق. تفضلوا بالتوفيق. اذا بتنسوا الكوسه مسامح. ما في داعي. بس حاولوا تكونوا اسرع من هيك لانه دقيقتين بمرقوا بسرعه عاليه. طيب شيف تيمور، ولا بأي شكل من الأشكال بتهضمها ولا بتحبها الكوسة؟ ضايل معكم دقيقة واربعين ثانية. عن جد؟ شوفي هذا موضوع رح نفتحه هلأ ولكن وبجدية، لكن بعد ما نخلص نشوف شو المكونات رح يجيبوهم. أنا متفقة معك عشان أنا أعطيكي السبب الرئيسي. السبب الرئيسي شكرا الحجة كان تطعميك كوسة وانت زميلي. لا كتير. هو في أكثر موضوع للكوسة يعني. تمام في أكثر موضوع. آخر دقيقة و15 ثانية. يلا يا ست ليما أسرع من هيك.
60 ثانية، 50 ثانية. أسرع يا ست ليما وأسرع يا ست منال. لقيتي ولا ما لقيتي؟ هلا بنجيب لك، هلا بنجيب لك. هذا كريمة. بدك تجيبي علبة حليب. أوكي. جبت. 30 ثانية. خلوا الأغراض بال، بدكم ترجعوا كم مرة؟ ولا خلصتوا؟ أغراضكم كاملة. 20 ثانية. إن شاء الله ما أكون نسيتها. وقت الماركت كان كتير كويس يعني الحمد لله، وقدرت أنقي أغراضي بسهولة الحمد لله. 10 ثواني. الجزر زاكي، البروكلي جاكي، البطاطا بحتي حتى عصبت، صحك نصيحة، الملفوف زاكي. ست النكهات أحلى ستات. يعطيكم العافية. الله يعافيك. منال وليما أغراضكم كاملين؟ كاملين. أموركم منيحة؟ إن شاء الله. يلا بدنا نحسب الأغراض نشوف إذا تقيدتوا بالميزانية وشو جبتوا لنا أغراض من السوبر ماركت. تفضلي يا منال. رز. رز. شرية. دينار. شرية. شرية نص. لحمة مفرومة. لحمة مفرومة. ثلاثة. ثلاثة. بصل. بصل. بندورة. بندورة. بندونس. كوسة. رب البندورة. أمورك سليمة. بهاراتك وأشيائك من هون معناته ميزانيتك اليوم كتير يعني تقيدتي فيها وصراحة بزيادة. خلينا ننتقل لعند ليما. ليما يا ليما. قولي لنا شو عندك. يلا. باستا. هاي الباستا دينار. حليب. دينار. كريمة. وكريمة. أوكي. لحمة مفرومة ثلاثة. لوز للزينة. لوز. الأجبان. الأجبان. دينار بدينار. وزبدة. وكوسة. وبصل وطومة وبقدونس. هاي زبدة وهاي زبدة. متوصية بالزبدة. برافو، أنتوا تنتين تقيتوا بالميزانية وأغراضكم لطيفة ورح يطلع معاكم أنا متأكدة أكلات كتير حلوة زيكم. شكرا يا صبايا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. طيب ست ليما وست منال، لازم تنبسطوا انتوا عم تطبخوا، بدنا نشوف ابداعاتكم، ما تفكروا باي شيء ثاني، انسوا انه في مصورين، انسوا احنا موجودين. زي ما حكيت لكم ببدايه الحلقه احنا او قمنا باختياركم لانه في عندكم لمسه قويه في المطبخ. 30 دقيقه بمرقوا كثير بسرعه، ولازم تعرفوا انه خلال 30 دقيقه لازم تكونوا اوريدي كمان برضو ساكبين الاطباق. انبسطوا، معنوا 30 دقيقة، خدوا نفس وتفضلوا. إن شاء الله. هاي الصبايا بلشوا. ليما ومنال أهم شيء الخطوات، التنظيم. مدام هلا بلشوا السيدات يطبخوا. شيف ديما. ايوه استاذ. والشيف علا. نعم. هلا انا جاهز على اسئلتكم بالنسبه الكوسة. للكوسه. جد غريب انه في حدا. انا رح اقنعك يعني، انا عندي جواب الكوسة. عندي جواب صارم اقنعك عشان انا بحب الكوسه يعني، انا ما عنديش مشكله بكل الخضروات والفواكه والاكل بشكل عام يعني، بالاخر هي نعم. ما بتفضلها. يعني اقل وحده ما بفضلها. اوكي. وعندي بقنعك هلا بس. خلي الشيف علاء اول شيء تحاول هي تقنعك، بعدين انت تحاول تقنعك. يعني الكوسه بتلاقيها طيبه مع الورق دوالي، مع المحاشي، مع حتى الكوسه بلبن لحالها، المخشي. ماشي. مع الخضار السوتيه. يعني ما في يعني اي خضار بدك تستعملها لازم تحط الكوسه معها. ماشي. فغريب انه واحد تقول لك لازم تحط الكوسه معها. غريب انه واحد. ماشي. ما بحب الكوسه. انا بسمع وجهه كل نظر. أوكي. وجهه كل نظرتكم. انا بحسها نفس الشيء. الكوسه اولا فيري لو ان كالوريز، ما فيهاش سعرات حراريه كتير، بنفس الوقت طيبه، طعمها بيروح مع كتير اشياء لانه طعمتها نيوترال، ما لها طعم كتير حاد. كتير طيبة مع البشاميل، كتير طيبة مع أكلات البندورة، كتير طيبة حتى بالفتات.
فتة حتى الخضار المشوية مع أو شوية زيت أو طيب. يعني هلا انت حر طبعا احنا مش عم نغصبك على الكوسه بس احنا بس احنا عم نحاول نحببك في الكوسه يعني عشان نكسب فيك اجل تصير تاكل كوسه. هلا انت بنحب نسمع انت ليه ما بتحب الكوسه؟ ايش صاير معك وانت صغير هو مثلا؟ لا هو مش هيك موضوع. اول شيء يعني انا بصراحه كثير يعني سؤال لما رميت السؤال اوكي حبيت كيف انتوا التنتين ردت فعلكم يعني لو شفتوا انتوا كيف الطريقه الدفاع عن الكوسه الدفاع عن الكوسه والاهم من انتوا كوسه والاهم من الكوسه الأهم من الكوسة اندماجكم مع بعض وانتوا عم تحكوا مع بعض عن الكوسة هذا كان إشي جميل جدا. أنا بقول لك ليش هلا بالطبخات ما عندي مشكلة بالطبخات أنا بحب الـ يعني ورق دوالي والكوسة تكون مشعوطة ما عندي مشكلة أيوة. فيها بس أنا مشكلتي بنفس الكوسة يعني كوسة أسلقيها طلعيها من المي بدون ولا أي إشي أوكي. يعني ما لها داعي يعني غير عن باقي الخضروات انا لي اختلف معك تماما لا. انا بالنسبه لي نعم شيف ديما بس نحترم رح نحترم رايك كل شيء كل عزوقك كل بس عزوق الناس شيف ديما بالضبط نحترم رايك نحن نحترم يعني من الخضار اللي يعني مضاده للاكسده مصدر غني في البوتاسيوم يعني انتوا عم تحكوا بشغله علمانيه ودايت انا عم بقول لكم نفس الكوسه اسلقوها في المي وطلعوها مش زاكي تحط لك رشه ملح من دون ملح ما هي وهذا ولا ولا نوع خضار بتطلعه من المي مسلوق الجزر زاكي البروكلي زاكي البطاطا عم احكي حتى عصبت صحك نصيحه الملفوف زاكي هاي القهوه فيها والله دورت هسه حاطين فيها دواء جلي عم بلزق لساني مع القهوه. انا بس اضيف معلومه انه خلال تصوير برنامج ست النكهات احنا بنصور قبل رمضان مرات بنصور حلقتين وثلاث بنفس اليوم فخلال التصوير احنا بنتعرف على المتسابقات وبنكمل فاليوم دخلوا اسماء المتسابقات كلهم على خط واحد فكانت الحلقه اللي قبل كان فيها سناء وانا قررت اليوم احكي سناء بدل منال واستلموني رسمي طبعا الاعداد. طيب يا جماعه هلا للجد قد ايش صار مارق يا شيف؟ صار مارق 5 دقائق شيف ديما وضايل معكم 25 دقيقه يا ست منال ويا ست ليما. ست منال وست ديما ما تنسوا شغلة كتير مهمة تنظموا الخطوات حتى تلحقوا الوقت وشغلة ثانية الجلافز الأغراض اللي خلصتوها إنكم ترجعوها لورا وكل شوي حاولوا بعد كل خطوة إنكم تغيروا الجلافزات إن شاء الله. عم بتقشري الكوسة يا ست ليما؟ إيه؟ عم بتقشري الكوسة؟ مو بقشرها بقى يعني بشيل القشرة شوي خفيفة عنها ماشي حلوة هاي الحركة يا منال انك قلبت السكينة وانت عم تنزل بصر هاي تعلمت منك صراحة هاي حضرتها برنامج ست النكهات طيب ليما راح أبلش معاكي ايوة ليما تفضل مين شجعك تشتركي بالبرنامج هلا شجعوني والله صراحة كتير يعني أول إشي مدرسة بشتغل حلو. فيها وأولادي وأهلي وأخو وإخواني كلهم يعني الحمد لله. أنت مدرسة؟ لا والله بالإدارة. بالإدارة؟ بالإدارة. بإيش بالإدارة بتشتغلي؟ أنا بشتغل بالريسبشن. معناتك تعرفي تنظمي وقتك صح؟ إن شاء الله. ومنال؟ مين شجعك تشتركي يا منال بالبرنامج؟ أنا صراحة زوجي أكثر واحد. منال بتعملوا طواسي؟ لا بس في البيت الأكل. شو أكثر أكلة بحبوها منك؟ دوالي وكوسة. دوالي وكوسة. وليما شو أكثر أكلة بحبوها منك؟ مش كل شيء. كل شيء؟ الحمد لله. طبخت العائلة الشيف تبع العائلة. أنا ما بعشر الكوسة. بصير. زاكي بكل حالاتها. بالنسبة لي وإلك مقشرة مش مقشرة مشوية مسلوقة مشوية بندورة بلبن كوسة. بالنسبة للمكون السري اليوم اللي البنات طبخوا فيه اللي هو الكوسة طبعا أنا عكس الشيف تيمور تماما من الناس اللي كثير بحب الكوسة بدخلها كثير بالوصفات وبعتبرها مكون أساسي من الخضار الموجودة عندي في البيت. كثير حابب علاقتكم الجانبية تبالي أسحب الكرسي وأقعد بيناتكم أسمعكم شو بتوتوتوا
انه في شغلات تتصور في شغلات يعني خارج التصوير بحسكم هيك قراب على بعض بتقعدوا تحكوا شغلات بتسولف. ايوه اكيد الوتوته بالخير كلها. استوديو تحليلي على الخفيف. أيوة. استوديو تحليلي. طب عندي سؤال. ايوه حوش لنا سؤال. هي طيب لما بتحكوا تلفونات مع بعض بعد البرنامج الصبح على فنجان قهوه المسويات بتتبادلوا وصفات؟ طبعا انا بتابع. طبعا بتتبادل وصفات. يا ديما انا بدي اعمل اليوم هالطبخه شو رايك احط هذيك المره كنا نحكي عن سلطه الحمص. نعم. حلو. شو تبدلتوا؟ ايه ايش تبدلتوا مع بعض؟ سلطه البومني مش حكينا فيها؟ سلطه البومني وسلطه العدس. ايوه. فلما انا اول ما شفتهم بصفحه شيف ديما. سلام عليكم. لها كثير طيبين. أيوة. عجبوني. عملت في كوبي؟ لا بعدني بحكي لها كمان سنه. طيب ماشي. اخذت منها سلطه. ايش اخذت منها؟ والله انا بتابع سلطات من انت الكل بيعرفني لما يحكوا لي شو بتتابع من شيف ديما بحكي لهم بحب السلطات اللي بتعملها لانه انا صراحه بحب السلطات. بومالية. بس لسه انا ما نزلت اي شيء منهم على ولا شيء. لك على سلطه البومالي؟ لا هاي ضيفها على القائمه اللي جاب لك تدوقها. ماشي خلص بتصير ذوقينا. انت بتموني شف على انت وشف تيمور. انا ما بدي اخذ منك والله صراحه شيف ديما. ما بدك يعني عشان ما طب شف بديش اعدل على وصفه. خلينا نذكر اللي بتابعونا انا وياك من زمان. أيوة. نحكي للشيف علا ايش اول طبخه طبخناها مع بعض انا وياه. داود باشا وعساكر وكل الجيش. عملنا انا وياه فيديو مع بعض قبل يمكن سنه 2015 16 هيك شيء. هيك شيء نعم. عملنا فيديو مع بعض فتت داود باشا. فتت داود باشا. يس. طب صورناها وعملناها نزلناها على السوشيال ميديا كثير كانت لذيذه صراحه. نرجع نصورها كمان مره. طيب. لا مشكله نرجع نعيدها ونتصور انا وياك طبعا شيف علا. بس انا شخصيا حاب اصوركم انتوا التنتين مع بعض. ايوه لازم انتوا التنتين مع بعض تعملوا ريل على انستغرام. ايش بدك نعمل وصفه؟ ما بعرف هذا السؤال قوي جدا. انا بحكي تعملوا وصفه. ايوه اسأل شيف ديما شو بتحب من وصفاتي. من وصفاتك عشان نلاقي بالفيديو وصفة للسلطة ووصفة للطعم. لا ما هو معاكم وصفة واحدة لازم تتشارك فيها انتو التنتين. نطبخها مع بعض. نطبخها مع بعض لأن ما بتلحقوا بدقيقة ونص تعملوا وصفتين. صح. صح اختاروا طبق واحد. اخي بنعمل فيديوهين تزعلش. يا ستي فيديوهين. ماشي حياة سهلة. انا موافق. سريعة قصيرة. انا بقول نعمل فيديو واحد يكون فيه لازم الاثنين يكونوا فيه زي مش خبز بس يكون مخبوز بالفرن. معجنات. نعمل واحد معجنات. معجنات. والثاني مثلا يكون زي بوف بيستري زي ايش هيك برضه بالعجين يعني. بس لا واحد بالعجين وواحد لازم يكون حشوه. خلص حشوه. خلص اوكي. لا يعني هون بدكم ايش كمان برضه بالمستوى العالي. اوكي تمام. شوف ديما وشوف تمام حاضر استاذ. شكرا. الملح. الملح بالدرج. شوف شوف افتح الدرج كل شيء عندك. ايوه تمام. طيب يا جماعه الخير مرق 14 دقيقه ضل معكم 16 دقيقه. 16 دقيقه لندوق اطباق الكوسه المميزه المعده خصيصا للشيف تيمور الموج. حابه بس اذكر المتابعين انه هذا الموسم بما انه الموسم الحادي عشر فرح تكون الجائزه هاي السنه 11000 دينار مش 10000 دينار. فيا صبايا مين فيكم اللي رح تتأهل معنا للمرحلة الثانية وتقرب أكثر للقب ست النكهات؟ بتعرف الطبخة اللي بتطبخها منال؟ إحنا بنطبخها بس من غير لحمة. إحنا مين إحنا؟ في البيت. في البيت. أوكي. عشان إحنا بعملها أوكي. بصيغة الجمعة. صح. حتى أنا بعملها من غير لحمة. أكيد أكيد رح تكونوا بدكم لحمة. أكيد صح. طب رئيس فحكيت بحط لحمة. وحتى إحنا بناكلها في الخبز. الخبز. يا الله تغميس أسكى إشي. بس. مع مخلل. وهيك بما إن وصلنا لنص الوقت رح نطلع لفاصل صغير ونتابع المسابقة ولكن بعد الفاصل. بس انتوا عشانكم بتغاروا عشان بتحبوا انتوا تاخذوا اضواء كلها كامله لانه هو برنامج للسيدات صح. ست النكهات احلى ستات. انا ما بايدك وانا ما بايدك. هلا انت ايش بتتوقع شاف؟ انا بتوقع تنتين ينجحوا. تنتين. يا ريت. عمرها صارت. يا ريت. طيب هلا هو بهالعشر دقائق اذا بدنا نشوف الخطوات خلينا نمشي على الخطوات.
البشاميل انعمل. الكوسة شو أخبارها؟ هاي بدنا نحشيها. أها تمام ممتاز. ومنال أنا خلص ده فلفل الرز. يما أشترك نزلت البندورة فوق الكوسة. يعطيك العافية. طيب زي ما بنحكي دائما إحنا النص ساعة هي مع تقديم الأطباق صبايا، مع يعني تقديمها للجنة الحكم على الطاولة تكون جاهزة بإذن الله. الله فيلا خلصوا اللي عليكم، إحنا رح نرجع ونشوفكم من عنا. يلا بدأت وصفتي بفرم البصل، قلبته مع اللحمة المفرومة، قطعت الكساية قلبتها معاهم، عصرت البندورة تركتهم يتسبكوا، حطيت البهارات، بعدين كنت ناقع الرز حطيته على حطيت الزيت، حمصت الشعرية، حطيت الرز وتركته ليستوي. طلعت حارة كتير عادية. إيش حبيبتي؟ حارة. حارة. إحنا منحب الحر. شوف تيمور لعبته. تمام. كوسة حرة اليوم. يا ست منال ويا ست ليما. ضايل معاكم 11 دقيقة مع السكب. ليما إيش حطيت بهارات؟ أنا حطيت بهارات مشكلة اللحمة وشوية جرس الطيب. أوكي. شوية كبشة قرنفل. ممتاز. حطيتي بصل مع اللحمة ولا من غير؟ آه حطيت. تمام. ولب الكوسة؟ لب الكوسة بدي أعمله هلا صوص مع الباستا، أحركهم مع بعض وأعملهم طبق جاهز. برافو. أوكي. طيب ومنال حبيبتي وين وصلنا؟ ده فلفل الرز. بدك تعملي رز مع الشعرية. ايش بهاراتك للكوسه والبندوره؟ حطيت كزبره ناشفه بهار مشكل، حطيت بودره كنار. برافو ممتاز. وهين الرز رح تعمليه ساده؟ الرز بس لا ساده. مع شعريه. مع شعريه زيت وملح ومي. زيت وملح. بالنسبه لحلقه اليوم هي بتبين للمشاهدين يمكن انه تصويرها ساعه، ولكن هي بتاخذ وقت كثير اطول، بصير عندنا مشاكل خلف الكواليس، ممكن خلاط يخرب زي ما صار معنا اليوم، صوصات توقع على الأرض، نضطر نوقف وننظف الاستوديو، يعني بصير عندنا مشاكل، فهو بياخد كتير وقت أطول من ما بيبين. ولكن بالنهاية أكيد هذا يعني هيك شغلنا نحن ومتعودين على هذا الإشي. المتسابقات مرات هم بنصدموا إنه هل أدي بياخد وقت بالتصوير، ولكن الحمد لله إحنا دائما متعودين إنه نطلع لكم بأفضل نتيجة. إيش أطيب الرز؟ بتحبوه سادة ولا بتحبوه مع أشياء تانية؟ هلا أنا هو مصري مع بسمتي. لا قصدي مثلا مع شعرية بتحبه ولا عادي؟ طيب حسب الأكلة. هو حسب الأكلة. أوكي. في ناس بتحب حسب الطبخة. جواب. حسب كيف بدك تشكليها، حسب بدك تحط عليه بهارات. أنا بحس أكلات البندورة حزاكية مع الشعرية. ومرات أكلات اللبن بحبها مع الشعرية. ما بعرف. مش عارفة. أنا كل ما كانت الأكلة شعبية أطيب. وأبسط وفيش فيها حتى بروتينات، يعني لا لحوم ولا دجاج ولا إشي، كل ما بفضل تكون مع شعرية. صح. خاصة اليخنات. هي اليخنة بدها، أنا بحبها برز قصيد الحبة ومع شعرية مثلا جمب. اللي فيها شو اسمه مش ألبان الصوص. أنا هذا القهوة فيها دواء جلي لأنه سين صارت سين بش سيتكون ضحك. أنا زي مثلا شيخ المحشي مثلا لازم يكون شيخ المحشي مثلاً يعني عملت وصفتي، بلشت في الكوسة أورتها وحطيت الباستا على النار، سلقت الباستا، بعدين بلشت قليت الكوسة وفرمت البصل، قليت وبلشت بالقلي اللحمة، قليت اللحمة وكل إشي، وقليت الكوسة حطيتها على جنب، بعدين بلشت بالبشاميل، عملت خلطة البشاميل بالكريمة والجبنة والزبدة، وبعدين حشيت القوارب الكوسة باللحمة وحطيت عليهم جبنة وحطيت عليهم البشاميل، دخلتهم بالفرن، الباستا سلقت وكل إشي تمام، حطيت عليها شوية زبدة، بعدين لب الكوسة اللي طلع معي فرمته وحطيت زبدة في المقلاية وحطيت عليها تومة ولب الكوسة وحمصتهم كلهم مع بعض، بعدين حطيت عليهم الباستا سويتهم كلهم مع بعض وبس. يا ست منال ويا ست ليما، ضل معنا 8 دقائق مع السكب، وإذا بتسمحوا لي بعد إذن الإخراج والإعداد
أخذ لي كم ملاحظة سريعة من عند الشفات. آه فكرت بدك تنزل على الميدان. لا أنزل على الميدان وأنا نزلت وخلص زمان. كده الغاز طافي. الغاز طافي والغاز ضاوي والغاز طافي. من عام اليوم الغاز. الغاز اليوم عمل لي عقدة. ليش عقدة؟ هذا. أنا ما شاء الله حامي. أحسن أنواع أحسن أنواع الغاز وكهرباء وعليه سيفتي. يعني لا بولع ولا بنحرق ولا بحرق أصابيعك والأولاد كمان برضو سيفتي. بعدين أكبر دليل إنه شغال هي طلع كير. شو بيسو بحرام. بس أوطيها شوي. بدك توطيها شوي. هي واطي على الخمسة. خلاص. أنا بعدين قبل الحلقة قلت لك أنا صح. حكيت لي. بس أنت ما بتسمعي لي. بس هو أنا شيف ديما وشيف علا ما بتسمعي. بس خلاص. أكيد. يعطيك العافية. سعيدة منال. حبيبتي. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شو الروائح الحلوة؟ إن شاء الله يا رب. أمور تمام؟ تمام إن شاء الله. عندك مشكلة بالغاز؟ لا لا الحمد أكيد. لله فضل الله لا. الحمد لله. وين باقي الطبخة؟ أنت فيش غير شايف عندك مقلاي هون؟ لا هي شوي شوي. طيب ليش مخبيتم عنا يا أمير؟ طبعا شيخ تيمور أبدا مو نازل يوتركم وأبدا يعني مش عامل جولة أيوة تفقدية. فعادي يعني خليكم زي ما أنتوا. نعم. بس أنتوا عشانكم بتغاروا عشان بتحبوا انتوا تاخذوا اضواء كلها كامله لانه هو برنامج للسيدات صح؟ صح. انت مين بتتابعي اكثر؟ بتابعكم كلكم صراحه. لا احنا بدنا جواب دبلوماسي يا ستي. يعني والله شوف ديما وشوف علا صراحه. بس يعني علا اكثر شيء تبعته بايام كورونا. حبيبتي الله يسعدك مال تسلمي لي تسلمي لي. انا مهم برا اللعبه. انا المهم براني. على سلامتك شيخ. طيب انا راح اعتذر منكم عن جد مش ضايل اخر خلص خلصت انا بستنى بالرسيستو خلصت ثلاث دقائق بدكم تكونوا ساكبين ثلاث اطباق شدوا حيلكم هلا بالنسبه للمتسابقات انا بعرف قدراتهم بالطبخ انهم هم ماهرات ولكن اليوم حسيت انا انه منال كانت متوتره من بدايه الحلقه كانت اي شيء عم تمسكه يعني يا يوقع منها يا كانت حرام متوتره كثير وهذا كثير مرات بيأثر على أداء المتسابقة أثناء عملية الطهي. هدول بس اثنين؟ إيش افتح لي الدروج والخزائن اللي عندك الخزائن هون أيوة لا حبيبتي كنت بدي أصغر ما في أصغر؟ افتح الخزانة اللي وراكي فيها صحون أنا ما راح أحكي أنا مش راح أحكي شيء ما في شيء لو سألتيني أنا كان ساعدتك بس أنت قطعت شفت كيف عندك شف ولا وشف ما فيش غير اثنين ليش بدك يا صحن؟ بدي عشان اسكب فيهم تسكبي فيهم؟ ايش بدك تسكبي؟ الرز وال هاي خلصت خلاص شيليها ايوه عندك اربع اشكال صحون يلا يا صبايا ما ضل وقت نقدم الاطباق هلا الحكي الصح يلا يا ست منال أكتير. ايوه لقيت صحون لا تسود بس كبار ما في اصغر مش مشكله بس الاسود حلو مش مشكله ايوه يلا شدي حيلك ايوه وسمعينا صوت ايش يا ست ليما منال انت متوتره كثير لا عادي عادي اتركي يتشرب عادي ست منال هذا هلا اهم جزء خدي نفس وركزي ضايل معاكم 90 ثانيه هلا وقت الطبخ لصنف واحد كان كتير رائع يعني كويس وتمام والحمد لله كل الامور تمام كانت فيه بالنسبه لوقت الطبخ كان معقول بس انا توترت شوي 60 ثانية يلا 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 تعملوها بتقدروا 50 ثانية برافو يا ليما برافو يا منال أربعين ثانية
30 ثانيه. عشرين ثانية. تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاث، اثنين، واحد. يعطيكم العافية. سلم إيديكم. سلم إيديكم. اللي راح تطلع معنا للمرحلة الثانية من برنامج ست النكهات هي ست النكهات أحلى ستات. حبيت الأطباق اللي عملوها، حبيت الطبق اللي عملته ليما كثير، حبيت المعكرونة كيف دخلت معها لب الكوسة. وبالنسبة لمنال بعرف إنه يعني كانت شوي متوترة زيادة، بس مع ذلك كانت الكوسة والبندورة اللي عملتها بتشهي. يعطيكم ألف عافية يا صبايا. الله يعافيك. شكراً لكم، وصار وقت نتذوق الأطباق ورح نبدأ بطبق منال. ست منال يعطيكم العافية. الله يعافيك. إن شاء الله تكونوا أنتوا التنتين مبسطوا معنا اليوم بالحلقة. الحمد لله. مهما كانت النتيجة، لأنه بالآخر وجودكم بالبرنامج لحاله بدل أنه أنتوا طبخات ماهرات. تمام. نبلش معاك يا ست منال، وأي نقد بعطيك إياه فهو نقد بناء أكيد، وليس يعني ما تاخذيها بطريقة سلبية. أنا عندي ملاحظة تين، يعني الكميات ممتازة، اختيارك للأطباق ألوانها ممتازة، أظهرتي لي ألوان الأطباق. المشكلة الأولى أنا عندي إياها، وهي عادة يعني كثير من المتسابقات بقعوا فيها، اللي هي كمية البقدونس. حسيت والله أنا كتير حسيت أوكي، بس كطعم وكمتسبك وكنكهات ممتاز. صح وانا. لكن الرز تأخرت ثانية. تأخرت ولا لحطيته؟ تأخرت. في خدعة بالرز، لما تكوني أنت مثلا مستعجل كثير، إيش نعمل بهيك حالها عشان نعمل الرز بسرعة من دون ما نحسب العيارات عليها؟ في طريقة سهلة بنعملها، نسلق الرز. والله طبعا. فأنت لما زي المشخول يعني زي الرز المشخول. وأنا حسيت حالي ولا تأخرت لركبته. عدا عن ذلك بدعتي. صح. سلمي ليكي. ستو على. يعطيك ألف عافية منال. الله يعافيك. أنا حكيت لك هاي الأكلة أنا كتير بحبها. صح وانا. نعملها من غير لحمة ونقدم جنبها خبز. بس حبيت كمان الإشي اللي عملتيه أنت، حطيت اللحمة والرز والإشارية. بس هي الطريقة إنه عشان الرز وعشان الإشارية مش ماخذة لون. بس كطعم الصلصة مع الكوسة كثير طيب. صح وانا. يعطيك ألف عافية. منال يا منال. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. منال أنا مش رح أضيف كتير على الشفس، طريقة تقديمك حلوة والأطباق. بهارات الأكلة نفسها يعني يخنة الكوسة هيك طالعة مع اللحمة والصوص رائعة بصراحة. الرز أكيد نفس الملاحظة رح أحكي. يعني بده كتير، بده ربع ساعة ليخلص. وكمية البقدونس شوي كبيرة، ولكن نكهتك أو نفسك بالأكل ظاهرة بالأكل. سلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. ننتقل للطبق الثاني اللي هو طبق ليما. مع ليما. Thank you.
كيف حالك يا ست؟ الحمد لله. يا ست الكل. الله يسعدك. يا ست ليما، أمورك تمام؟ تمام الحمد لله. بدك أنا أحكي ولا أنت تحكي؟ لا ما بعرف أنت. ما عندك ملاحظات على صحنك؟ هو أنا عشان نسيت الطحين، نسيت أجيب الطحين. طيب. شوفي أكون معك صريح، أنا أول مرة بجرب الكريمة مع الكوسة مع اللحمة، يعني جيدة، يعني حلو مرات واحد يجرب شغلات جديدة زبطت معك، بس برضو عندي نفس مشكلة البقدونس. يعني البقدونس بالتزيين لازم تاخذ بعين الاعتبار انه فيه نكهة. طيب. كل ما زدنا النكهة كل ما عم تطغي على طعم الصحن. مظبوط. تاني شغلة بدي احكي لك اياها وهو نقد بناء وليس نقد سلبي. صحنك كله ألوانه بيضة. معي انت؟ الباستا بيضة والصوص ابيض. كان نقدر احنا نلاقي طريقة تانية انه نزين فيها الصحن بطريقة ذكية. اللي هو مثلا نجيب الكساية هاي ونحطها. نحطها والله بآخر لحظة ما حطها. على سبيل المثال. في شغلة ثالثة خطرة بالباستا. الباستا تعتبر من ايش؟ نشويات. صح. نشويات مرات إذا ما بتعرفي تمسكيها صح بتلبط. صح. بتلبط لأنه بدها بكون شوية سوائل. مصر. عشان هيك إذا أنت بتتابع أي طباخ في العالم لما بيجي يسكب الباستا بسكب الباستا زبن. بعدين بطرشها شوي من زبن. مية الباستا أو بحط زيت زيتون عشان يفك عن بعض. طلعت الطبخ طبق مطبوخ وجاهز شوي بقدونس زيادة عليه عندكم أنتوا التنتين. يعني كان لازم اليوم يكون المكون السري بقدونس. شيف علا تفضلي. شيف علا يعطيك ألف عافية. اللي معافيك يا رب. هلأ أنا بالنسبة لي دائما بعمل قوارب الكوسة بالبشاميل، بس اليوم جربتها معك بالكريمة حبيت كثير الطعم، بالأخص الواحد لما يكون مستعجل في الأكلة بده إياها بسرعة أنها تصير. صراحة كثير حبيت طعم الباستا، ما تخيلته هيك. تسلم إيدك، حبيت نفسك في الأكل. ما عندي أي تعليق إضافي على شيف تيمور. تسلم إيدك ليما. يعطيكي ألف عافية حبيبتي. الله يعافيك يا رب. بحييكي لأنه أكلتك فيها خطوات. يعني أنت عندك باستا، أخذت الكوسة، أورت الكوسة، أخذت اللب، استخدمتيه مع الباستا، شويت الكوسة، قليت اللحمة، في خطوات عديدة يعني اتبعتيها حتى إنه تطلع معك بهاي الطريقة. راكبة، طيبة، حبيت إضافة لب الكوسة للباستا، بالنسبة لي كانت طعم لذيذ. طيب. بصراحة بالنسبة لي بنص ساعة تطلع بهيك طبق كان إشي حلو كتير. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا شخصياً كانت الحلقة ممتعة. كان فيها كتير خطوات، كان فيها شغف، كان فيها حب، كان فيها مهارة. بغض النظر إيش نتيجة اليوم، مين راح يفوز ومين راح يخسر ومين راح يطلع ومين راح يضل معنا، أبدعتوا، أظهرتوا أجمل ما لديكم. لكن أنتوا عارفين إحنا في عنا ست بنود. ست بنود هاي فيها نقاط، والنقاط تحتسب على كل خطوة بتعملوها. لذلك اللي راح يضلها معنا لا المرحلة الثانية من برنامج ست النكهات رمضان سنة 2023. توتر. انت بتحكي انت متوترة؟ عادي. منال من تكلم. اول الحلقة متوترة. انا هي قريبة علي. عم بترج. طبعا انا ما بعرفش يعني كنت المفروض هي تكون مرتاحة عشان هي بتتابعك كثير. مفروض حبيبتي منال اللي راح تطلع معنا للمرحلة الثانية من برنامج ست النكهات. نقول ألف مبروك للست ست ليما. مبروك ليما. ألف مبروك ليما. ما تزعلي. لكن إحنا أنت عارفة وإحنا عارفين إنه الرز مش يعني مستوي وهو أساسي. نعم. أتوقع الفوز الصراحة. نعم. يعني حسيت حالي اني الحمد لله عملت احسن ما عندي. الحمد لله. يعطيكم الف عافيه صبايا. بدعتوا مبروك لك يا ليما. احنا فخورين فيكم اكيد. وهيك متابعينا بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ست نكهات. بنستناكم بكره في نفس الموعد. الى اللقاء.